الحكمة ضالة المؤمن. حلقة حج سيدنا إبراهيم عليه السلام في وحدانية الله. الله في الإسلام هو واحد، وهذه الوحدة لله هي من أهم المعتقدات الإسلامية عن الله، إن الله واحد ليس شريك له، ليس إله معه، ليس إله مثله، ليس بإله مولود منه، فإنه واحد. وهذه هذه الإيمان بوحدة الله تسمى التوحيد. فالحجة في سيدنا إبراهيم هو إنه سيدنا إبراهيم هو من أول من آمن بالله، بأن الله واحد، وقال الله وما كان من المشركين في عدة آيات يتحدث فيها عن سيدنا إبراهيم، إنه إبراهيم كان موحد لله، كان يؤمن ويرى إن الله هو واحد. وهو لأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام كان حنيف، والحنف هو الإيمان بالطهر، والإيمان بالطهر هو الطهر إنه الحاجة تكون في حالة وحدها غير مشتبكة أو مرتبطة أو مجتمعة مع شيء آخر معها. فسيدنا إبراهيم عليه السلام في إيمانه بأن الله طاهر جعله آمن إن بأن الله واحد، لأنه مثلا الحاجة لوحدها الموية لوحدها بتكون طاهرة تسمى طاهرة، أما الموية إن رخبتت بزيت بقت حاجتين اثنين، فالله ليس حاجتين اثنين أو ثلاثة أو أكثر، إنما الله واحد في حال الطهر، وكذلك لذلك إن الله هو واحد. وشكرا. سجل من ميسان محمد القاسم الشيخ المجذوب في مدينة مانشستر ببريطانيا.